في منتهى الأهمية. الرئيس تحدث عن فكرة البناء في الإنسان، وأنا عارف أنه طبعا أهل سيناء برضو كان ليهم طلبات خاصة في التعليم بالذات، وتم تطوير برضو بعض المنشآت الصحية. فلو تطمننا عن النقط دي وإيه اللي ناقص، يعني مش بس إيه اللي اتعمل، لا إيه اللي ناقصنا، عايزين إيه تاني؟ هي في حتة مهمة جدا، إن المعالي الوزير المحافظ شمال سيناء حاصل على الدكتوراه في التنمية. والراجل ده ليه مكانة عندي، يعني مكانة خاصة جدا، لأنه الراجل ده ما بينامش 4 ساعات في اليوم في الأحداث اللي حضرتك شايفينها دي، وعلى الرغم من ذلك أي طلب لأي مواطن بيكون فيه استجابة. بالنسبة لمنظومة التعليم، احنا زينا زي اي محافظة، ولكن احنا عندنا بفضل الله لازال المعلم في شمال سيناء في خير، ولازال المعلم في شمال سيناء حتى في الثانوية العامة بيدي في المدرسة زي اي مكان بره، ولازال كل الـ 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 المؤسسات التعليمية موجودة. احنا عندنا بفضل الله مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي، عندنا مدارس فكرية، عندنا رياض أطفال، عندنا جميع أنواع المدارس. أي نعم، إحنا بالفعل عندنا عجز، بدأ يسد العجز من خلال المعلمين المتعاقدين الجدد. أيوة. يعني بفضل الله في إشراف كامل للسادة مدراء أو وكيل الوزارة أو المسؤولين، إشراف كامل على العملية التعليمية ومتابعة جيدة ومتابعة مستمرة. في موضوع العجز ده وارد، بفضل الله نسب التفوق في طلاب شمال سيناء فيها نسب تفوق عالية جدا جدا، خاصة انت النهاردة عندك 4 جامعات اصبحوا موجودة داخل شمال سيناء. التعليم الفني، انا اعتقد التعليم الفني في شمال سيناء، شايفين صورة المدرسة اليابانية داخل المدرسة اليابانية. التعليم الفني في شمال سيناء، المدرسة دي على فكرة مدرسة فائقة الجودة، مش عالية الجودة، مدرسة فائقة الجودة، بيديرها مدير ادارة مدرسة على اكفأ ما يكون، هو وصف التعليم اللي معاه كلهم في غاية الاحترام وفي غاية التفوق. يمكن حضرتك الاهتمام الأهم بذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم، مهمة جدا. احنا في عندنا مدرسة فتحوها السنة دي في بير العبد للتربية الفكرية، منظومة من مدير المدرسة إلى جميع المعلمين اللي موجودين فيها على أكفأ وأعلى ما يكون. التعليم عندنا ميزة، ودخلت جامعات أهلية متهيألي برضو في جامعتين أهليتين لما في الأحرار وبلوزة، وفي طبعا جامعة العريش الخاصة، جامعة سيناء الخاصة، وفي جامعة العريش الحكومية. بكل أمانة، يعني يمكن رؤساء الجامعات خاصة في العريش أو في جامعة سيناء ناس على أكفأ ما يكون بفضل الله، وجامعة الملك سلمان كمان، جامعة الملك سلمان في الوسط. بالنسبة للصحة، شوفوا دي شهادة، احنا عندنا حضرتك مستشفيات مركزية تبع الأمانة بيجي لها أكفأ أطباء، بروتوكول الطبيب بياخد مبلغ يكفي ويشبع احتياجات في اليوم باليوم. في يمكن أنا بضرب مثل بمستشفى بير العبد، مدير مدرسة أنا شفتها بير العبد حصل فيها شغل كتير واستحق، مدير مستشفى على أكفأ ما يكون، النائب بتاعه الطبيب اللي مش بنفس الكفاءة اللي يدي بيها تاني اسبوع ما يجوش فيها عمل. احنا محتاجين مثلا فيها لقسطرة قلب، لان احنا برضو بفضل الله سعينا لما جبنا الرنين المغناطيسي، هيبدأ يشتغل الرنين المغناطيسي، محتاجين لقسطرة قلب، محتاجين للمناظير، ان المواطن ما يشتريش المنظار على حسابه، محتاجين لمناظير تكون هنا، تكون في 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 مستشفى مثلا العريش، انما في قسطرة قلب في مستشفى العريش بيشرف عليها معالي الوزير المحافظ شخصيا، علاوة على مدير عام الصحة شخصية تم اختيارها على أعلى وأكفأ ما يكون من قيادة إدارية في العمل الصحي. الحتة الأهم إن المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية اللي احنا كان بالفعل لنا دور في الاستحقاق الانتخابي، اللي عملنا حملة انزل شارك عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بوجود معالي الدكتور طلعت عبد القوي، وكان في دفع للمواطن انه ينزل. هنا المجتمع الاهلي في شمال سيناء شريك اساسي في عملية التنمية وفي عملية التعليم وفي عملية الصحة وفي شتى المجالات اللي موجودة في شمال سيناء، لان بالفعل انا يعني بأتمنى ان يتم اعادة صياغة الانسان المصري. انت هتنمي بدون ما تنمي الانسان، انا حاسس ان 2024 مصر
لا أوروبا ولا أمريكا ولا الاتحاد السوفيتي. مصر اللي حضرتك هتعتز لأنك مواطن مصري هترجع إلى سالف الدهري. يا رب يا رب يا فضيلتك، شكرا يعني.